بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في القناة ديالكم. إن شاء الله غادي نقدم لكم كاوكاو اللوز تمار ديال عاشوراء. إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هذا الشيء ديالنا بإذن الله باش يجينا رائع إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونشوف المقادير هنا إن شاء الله غادي نقدموا لكم أشنو غادي نحتاجوا في هذه الوصفة ديال الوصفات ديالنا اللي غادي نقدموا لكم اليوم. عندنا كاوكاو بالقشرة ديالو أو بالقشرة اللي يلقاه بالقشرة، وكاوكاو النوع الغليظ، النوع الغليظ ما كاينش هذاك الرقيق، هذاك الرقيق ما كتجيش منه هذه زوينة، يعني الكاوكاو الغليظ. عندنا اللوز بلدي، اللوز بلدي ها هو، يعني ماشي اللوز داك المكور الصغير اللي هذا زايد شوية على هذاك، مي هذا احسن لوز يمكن لك الانسان ياكله ديال الاكل. عندنا السنيده، عندنا نصوص ديال القرقاع، عندنا التمر المجهول، يعني حتى هو راه كيكون نوعيه ممتازه، نقدروا نديروا اي نوع ديال التمر. هنا عندنا الزبيب ايضا نوعيه ممتازه، الزبيب الماركه الكبيره ماشي هذاك الرقيق بزاف، هذا اللي كبير في الفورما ديالو ومعسل، كيجي معسل كيجي زوين. عندنا اللوز حبيبات، وعندنا لي بات داموند. لي بات داموند كاينين كيتباعوا، اللي ما بغاش يبيعها راه عندنا في القناه يقدر يصوبها، خصها تجي بحال هكا تجي كتلمع في اللمعان ديالها، هذه اللي كتباع ما كتجيش بحال هكا، ما كتجيش كتلمع، هذه كتجي كتلمع. ها انتم شفتوا فيها الروز، صوبت منها الروز، صوبت منها هي لا بات داموند، فيها اللوز وفيها الكونسونطري اللوز، كيعطي واحد المذاق رائع باذن الله. دائما نغلفوها ما نخليوهاش عريانه على بركه الله. اول حاجه غادي نصوبها ان شاء الله غادي نصوبوا التمر والقرقاع، هما الاولين غادي نصوبوا قبل ما نبداو في هذا الشيء اللي غادي نطيبوا ان شاء الله. لكوشه القرقاع، القرقاع ديالنا غادي نديروا على هذا الشكل، غادي نكوروا حبيبات ديال لاباط ديالنا على هذا الشكل، صغر من هذا الشيء شويه باش تخرج لنا كميه كثيره، كريات بحال هذا الشكل. هانتوما شفتو على هذا الفورما، غادي ناخذو نصوص هذا القرقاع ديالنا، كناخذو قرقاع هكا. عندنا بزاف ديال الاحتمالات باش نصوبهم، الا كنا عندنا الكثره كنا زربانين كنجيبو حكاكه كندوزو عليها بحال هكا، كيجي دوك الزواق ديال الحكاكه. كنا بغينا نديرو شي حاجه رفيعه زوينه كنديروها بموس بحال هكا، هانتوما انا كنفضل بحال هكا باش يجي الديكور زوين، وعلى حسب الديكور اللي بغيتو نتوما بحال هكا. هانتوما كتجي رفيعه بحال هكا كتجي زوينه، وهكذا ان شاء الله تنكملو القرقاع ديالنا، تنخرجوا منه كاع لاباط اللي صوبنا، لان هنا لاباط هي اللي كتحكم. هانتوما شوفوا مزيان ان شاء الله. بعد ما كندوزو في السيرو بحال هكا، كندوزو في السيرو نورمالمون بطريقه تقليديه، يعني كنبيتوهم في السيرو. هنا ما غاديش نبيتوهم في السيرو، غادي غير ندوزوهم في السيرو باش ياخذوا لينا واحد اللمعان زوين بحال هكا، ونخليوه ان شاء الله ينشف قبل ما نديروه في الكيسيت او في الكودي. انا درت تقريبا في البدايه درت زواقات اخرين، مي دروكا غادي نستمر على هذا الزواق اللي وريتكم على هذا الشكل، هو زوين هذا الشكل احسن. خص يكون في معلومكم انه السيرو ثقيل. كيفاش ثقيل؟ هنا كاين كيلو ديال السكر على السيترو ديال الماء، يعني الدوبل ديال السكر، وحامضه واحد جوج مرسو هاد الحامض، ونخليه حتى لدرجه الغليان ونطفيو عليه ونخليه يبرد قبل ما نخدموه بحال هاد الطريقه. خصنا نخليه يبرد باش ياخذ لينا واحد اللمعان، واحد يعني البريون زوين ان شاء الله. كنصوبوا لاباط ديالنا على شكل تمره، على شكل تمره بحال هكا، لان هذه هي اللي كندير وسط التمر، اللوز لاباط ديال اللوز وسط التمر كتجي زوينه بنينه، سورتو الا كانت لاباط داموند ديالنا مزيانه
كيكون المذاق رائع. كناخذوا التمره ديالنا كنقطعوها بحال هكا، كنقلعوا ليها هاد العظمه وديك سميتو، كناخذوا واحد لاباط كندخلوها في وسط التمره بحال هكا وكنحطوها. تنبغيو نوريكم كيفاش غادي نزوقهم باذن الله. نستمروا على هذه العمليه، تنصوبوا كاع لاباط ديالنا. دائما لاباط هي اللي كتحكم على عدد الحبات اللي غادي يعني تصوبوا، ماشي التمر. الا كانت لاباط ديالكم كثيره تقدروا تصوبوا عدد كثير بزاف، ما كانتش غادي تصوبوا بحال هكا. راسو المجهول كيجي شاد راسو، وكنقلعوا ليه الحبه الوسطانيه ونحطوه بحال هكا ان شاء الله. هانتوما شفتوا هكا كنقطعوا ونحلوا ونحيدوا هذه كومبلي ونديروا لاباط ديالنا في الوسط هكا. وهكذا ان شاء الله تنكملوا كل شيء ديالنا. نزوقوها كنضغطوا عليها باش تزير وتشد لنا في التمره، باش تكون التمره ديالنا مسدوده بحال هكا. ها انتم شوفوا كنوركوا على لاباط ديالنا باش تخرج، باش حتى الديكور يجينا زوين. الا خرجت لاباط كيجي الديكور زوين. ها هي انا كنجبدوها شويه، كنديروا التمر ديالنا بحال هكا في الكيسيت. ها هو شفتوا بحال هكا، كنوركو بحال هكا باش يكون عندها الباز على شتوقف. هانتوما هكا، وغادي يشد السيرو، غادي يشد في الكعيط، غادي يجيو زوينين بحال هكا ان شاء الله. العافيه ديالنا، كنحطو المقله فوق منها. هنا ان شاء الله غادي ناخذ واحد الكميه السكر، ها هي على حساب هاد البياسات اللي غادي نصوبو. كنحاولوا السكر ديالنا نحركوه دائما في التحراك باش ما نخليوش يدير لينا يتحرق لينا. شتوه السكر كنحركوه. غادي نديرو الزبيب ديالنا ها هو، وغادي نديرو اللوز، شويه د اللوز، غادي نخلطو الجميع بحال هكا. نديرو السكر والزبيب واللوز ونخلطو الجميع بهذه الطريقه ان شاء الله. ملي نشوفو السكر ذاب شويه نزيدو واحد شويه. شوفوا معايا هذا الشيء غادي يجي واحد الروعه ان شاء الله. هاو شفتوا، دائما كنحاولوا نحركوا هذا اللوز ديالنا مع الزبيب. خلاط ضروري. ضروري نحركو بسرعة 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 الكثيرة. هانتوما شتو كنخلطو واحد السرعة كثيرة بزاف، ونزيدو شوية ديال السكر. شتو مزيان اللوز، عندنا اللوز والزبيب هنا، غادي نضيفو شوية د اللوز. الزبيب واللوز والسكر هنا كنخلطو مزيان حتى كنحسو ان السكر ديالنا دايب مع مخلط مع هاد المواد ديالنا. ونجيبو طابي اخرى هكا نحطوها فوق منها بحال هكا، نحاولو نقادوها في الطابي مزيان. عندكم تحرقوا لان فعلا راه سخونه
نحاول نقدوها. هنا الزبيب مع اللوز بيض واللوز محمر. هانتوما شفتوا كي كتجي، غادي نحاولوا نجمعوها وغادي نقطعها مرصوات عشوائيين الا بغينا، ما بغيناش نقدهم بهذه الطريقه باش تجي مزيره. حاولوا دائما نقدوها ونخليوها تبرد ان شاء الله قبل ما نقطعوها، نخليها تبرد. نمسحوها نديروها فوق العافيه. هنا غادي ناخذوا كميه ديال السكر، ها هي انتما شفتوها كميه شويه كبيره. غادي نخليوه يذوب، يذوب لينا هنا. نبغيو نديرو ليه شويه د الماء، نقدروا نديرو شويه د الماء. نبغيو نذوبوه هكا، كنذوبوه مباشره هكا بدون ما نضيفوش ليه الماء. هنا خصو ياخد اللون ديال الكراميل، خصو يعطينا اللون ديال الكراميل. ها درنا السكر كامل، ملي كيبدا سميتو نحركوه ونخليوه حتى يذوب كامل. غادي يذوب، ها هو كيرجع بحال الكراميل في نفس الوقت كيذوب. وهكا كتجي الحاجة مقرمشة، يعني ماشي بحال الطريقة التقليدية اللي كنديروه بحال الماء. نخليوه شوية ونقلبوه وهكذا وهكذا إن شاء الله. ها هو شتوه، شتو السكر، ها هو بدا كيذوب. نتوما شفتو السكر ديالنا ها هو بدا كيدوب، نخلطوه ونخليه يدوب مزيان قبل ما نضيفو ليه اللوز ان شاء الله. شوفوا مزيان، غتحاولوا هاد السكر تحاولوا تدقوه شويه بحال هكا باش كلشي يتحل. خصنا كلشي يتحل. شوفوا مزيان، اللوز ديالنا ها وحدنا خصنا ياخذ لينا واحد اللون زوين ان شاء الله. شوف ضروري ما يبقاوش فيه دوك الحبوب. شتوه هنا، راه المعاملة مع السكر بحال هكا فوق النار راه خطيرة، خصنا نفيو الطونسيون. ها هو مزيان دروك موجود، ملي كنشوفوه كيبدا يطلع بحال هكا غادي نخوفوه اللوز ديالنا ونخلطوا الجميع بحال هكا باش اللوز ديالنا يتحمر يطيب، يجي طايب ويجي رائع في العمل ديالو. ونفرقوه، نحاولوا نفرقوه في السكر. نتوما شفتوا، ونخليوه يطيب. انا ضروري باش يكون محمر الداخل ديالو. وفير التنسيون راه بعض المرات كي يتفرقع بعافية، سمعتوه؟ التنسيون، لأن العافية كتدخل لداخل، داك الأكسجين اللي باقي في الداخل ديال اللوز هو اللي كي
باش ما طاب اللوز ديالنا باش ما كيجي لذيد باش ما كان خضر ما كيكونش بنين. هنا غادي نحاولوا ندوزوا فوق واحد الكريم اللي يطيب نخوه فوق الكريم باش يتقطر ما خصنيش السكر يكون بزاف يعني لاصق في اللوزه كل لوزه تهز ليها بزاف ديال السكر ما خصنيش هكاك. ها نتوما شوفوا معايا اللوز ديالي كنشم الرائحه ديالو كنعرفوا انه طايب. هذه راه طريقه مختلفه تماما والسكر ديالي خد واحد اللون يعني بحال الكراميل. حيدنا اللوز ديالنا فوق العافيه هو غادي نحاولوا نخوي فوق الكري بحال هكا. هانتوما شفتوا كنخوي فوق السلوك فوق هاد الطابيات بحال هكا. هنا غادي ناخد هاد اللوز لان الغربه عريض شويه غادي نحاولوا نفرقوا اللوز ديالنا وغادي نفرقوا مازال ملي برد بيدينا. هنا غير غادي نوسعوه باش ما يجيش لاصق بزاف. انتم كتشوفوه كيجي كيلمع ان شاء الله بكم. اخواني اخواتي هادو هما بعض يعني القشيوشات ديال عاشوراء يعني التمر القرقاع هادي بالزبيب واللوز ان شاء الله لوز صغير محبب ومقطوع صغير. وهنا عندنا اللوز هانتوما كتشوفوا راه هادشي كيجي مفرق كيجي رائع هانتوما شوفوا وما كيكونش حلو بزاف وما فيش الحلاوه بزاف. هاد الطريقه اللي باش صوبتو راه ما كيكونش حلو بزاف هادي ردوا ليها البال ما كتكونش فيه الحلاوه واضحه اللي هي بحال داك السكر القاصح كيجي هو هذاك. لا بات داموند كتجي بنينه. القرقاع التمر درنا المجهول وهنا درنا لكم هذا بالزبيب والزبيب كبير كيجي الزبيبة كبيره كتجي رائعه. بالنسبه للكاكاو غادي ديروا ليه نفس الطريقه اللي درنا اللوز نفس الطريقه كيجي زوين بهذه الطريقه ان شاء الله. كنتمنى نكون ان شاء الله اعطيتكم افاده جميله في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما عليكم الا غير تفرجوا في الفيديو وتشوفوا الطريقه باش غادي تصوبوا هذا الشيء وان شاء الله الرحمن الرحيم تحصلوا على نتائج زوينين باذن الله. كنطلب منكم اخواني اخواتي دائما في نهايه كل فيديو انكم يعني ان شاء الله تشجعوا القناه اللي هي قناتكم باذن الله. واللي نتمنى لكم التشجيعات ديالكم كنتمنى التشجيعات ديالكم وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا من هذه القناه اللي هي قناتكم. وان شاء الله نتلقاو في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.